هنا بدائرة عين البرد ولاية سيدي بالعباس تم إحياء موروث ثقافي تقليدي ألا وهو الوعد، والذي يتكرر كل سنة بعد موسم الحصاد، ليجتمع فيها الفرسان من مختلف المناطق لاستعراض خيولهم في ألعاب الفانتازيا، وضربات البارود تخطف أنظار الحاضرين. انا معسكر، انا مغريس، انا فرسان، ونبغوا الخير، نبغوا ركوب الخيل، نبغوا نعلموا ولادنا ركوب الخيل، ونبغوا الطعم تاع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول علموا اولادكم ركوب الخيل والرمي والسباحه. هذا كاين بزاف اللي مغالطين، يقول لها وعده منها وما يديش فيها قيمه وما يعطي الوعده، عندها قيمه كبيره. كاين الانسان اللي عنده 25 عام، 20 عام، 30 عام، 40 عام ما يلقاش خوه، يتلاقاو في هذا الطعم ويفرحوا ويضحكوا ويلعبوا، وهذا الشيء هذا كاع من فضل الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم رانا هنا في وعدة عين البر، مرحبا بكم، مرحبا كاع بالفرسان اللي جاو عندنا، مرحبا بنا حنا حتى حنا ضيوف هنا، ونتمنوا الحمد والسلامة كاع الفرسان. عرض المنتجات التجارية من ألعاب وحلويات وجلود ولوازم الفروسية كانت حاضرة بقوة. هذه الوعدة التي جمعت الكبير والصغير من مختلف ربوع الوطن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ محمد بالعورة السوري تاعي كوم البنات تاع البينة معروف. كل واحد اليوم مشيت مع عندي شابر ماني داري بالحجب الثقافي. نحوس باش نبحثوا الاضرار. ساعة زدتهم يسمعوا لي. يمكن من الابصار والدمعه كلها تهبط من عينيه. نبيتو بحديد قلت له ماذا صار؟ قال لي راه الولد يسمع بابيه. قال لي يا ولدي اش كتخبي الاسرار بالك وليدي الحنانه تاتيه. اطلب ربي وبال يا عالم الاسرار. ولدي من البحر نقصيت عليه. سحرني وقت الشتاء برد وقمار. من الرياح السامه ديما مدفيه. مشيت وقت الربيع مالنوار وانا يا عريان هو نفسيه. حتى توب الصيف وعطيني افكار. وعزيز علي يوم ساخيري وراح مرتو حكمت فيه وطلبوا بالبقر مات من الاعمار ما خطر عليها الوالدين وصالي ربي ب 14 عام جديده. وهذا الشباب يطلب الجامعه ويقول له بويا ما كاينش الجامعه، يقول له علاه؟ يقول له حشمتني قدام صحابي. بل على هذه راني ندير هذا النداء للشبيبه يتهلاو بالوالدين. نشكروا هذه القناة اللي زارت هذا الوعدة، نشكروا قناة أورس على هذا اللي جاوا هنا صاروا هذه الوعدة، وهذه الوعدة نكري جد عن جد، هذه العادة.
الوعده فيها الخير وفيها البركه وفيها الوعد الطلاقه والوعد. وهذه البلديه في النهايه اليوم رانا في عين البر، الناس دارت قطعه ودارت استقبلوا الميور، راهم جاو من كل ولايه على الناس اللي جايين من الوهر، خويا راه جاي من الصغالي، خويا من العليه في وسيم، خويا من العباس، اليوم الناس تلاقاو تحاب بالله والنيه قصد تعب المعروف باش الناس تلاقاو وتتعارف وتحاب وما تكونش العنصريه وكل. وهذه الوعده فيها كل خير، فيها اللقاء نتاع الاحباب، فيها اللي ما خاصمين يترانجوا عند العرش هنا، فيها الناس تخاطبوا، فيها بزاف صوالح ديال الخير. والنيه نتاعنا احنا في هذا اللقاء هي المعرفه والمحبه، ما عندناش هدف واحد اخر، هذو راهم يكرمونا لوجه الله وحنايا رانا نجيو نضحكوا لهم. وفيها بزاف صوالح، فيها الفروسيه، فيها الخير، فيها المطرق، فيها المدح، فيها العلاوي، فيها التجار يجوا يبيعوا ويشروا، فيها الخير والبركه، والحمد لله يا ربي، الله يعطيكم الخير ان شاء الله. هنا استمتع الاطفال بمشاهده استعراض الخيول واخذ صور تذكاريه. الانسان اخذوا الفكره تاعو سواء كبيره ولا صغيره ولا يرحم الشهداء ويرحم الخياله تاعنا هذو، ان شاء الله ربي يحفظهم وييسرهم. ونشكر الناس بن عباس اللي ضيفونا ورحبوا بينا ويعني كرمونا، ربي يحفظهم ويخليهم، وان شاء الله هذا الخير يبقى يدوم، وانتم ربي ييسركم، يعني راكم قايدين هذا الواجب، واجب وطني وروح، يعني روح ماشي روح وطنيه، يعني ما زلتوا تتبعوا هذه الفكره وهذه التقاليد وهذه المعادي وهذا، ان شاء الله ربي يحفظكم وينوركم، وان شاء الله بلادنا تدوم وعالمنا يعلم. وتحيه الجزائر وربي يخلينا رئيس. هذه الوعده تحيي لتواصل الاجيال وتمسكهم بالموروث الثقافي.